قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عندنا هنا في قوله لقد ثلاثة مؤكدات: اللام والقسم المقدر قد، والخبر عند أهل البلاغة ثلاثة أنواع: ابتدائي وطلبي وإنكاري. وهنا خبر، فمن أي أنواع الخبر؟ أهو ابتدائي أم طلبي أم إنكاري؟ هنا خبر إنكاري، لأنه يجب أن تأتي بأكثر من مؤكدين، وذلك إذا كان المخبر منكرا. المؤكدات الثلاثة الماضية تؤكد ماذا؟ تؤكد ما جاء في صفات النبي عليه الصلاة والسلام في الآية. ما هي هذه الصفات؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رسول. إذن هذه الصفات الأربع، هذه المؤكدة منصبة على ماذا؟ على أنه رسول، وأنه يعز عليه ما عنتم، وأنه حريص عليكم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم.